علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوا على محمد وآل محمد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صياما مقبول إن شاء الله، إفطارا هنيئا وعافية. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم مد لنا يد العون، أقبل علينا بوجهك الكريم، انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة من عندك، نستوجب بذلك غفران الذنوب، ستر العيوب، كشف الكروب، شفاء المرضى من أوصانا بالدعاء والمنظورين وجرحانا ومرضى هذا الوباء والبلاء وقضاء الحوائج ببركة الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه، صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين.
قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. مجموعة من الآيات مترابطة متتالية متعاقبة من الآية الكريمة 26 من سورة الإسراء إلى الآية 30. هذه المجموعة تحمل موضوع هواي بتعليم للناس، وانت كنت تلاحظ أمرين: مرة تلاحظ الجهل أكو ضمن عمل مؤسساتي منظم، يعني الطواغيت والحكام عندما يتولون أمور الناس يغذوهم الجهل تغذية ويحاولون يطعموهم الجهل، لأن هذا بمردودين: مردود على الشخص، الإنسان إذا جاهل بعد تصرفاته راح تكون نابعة من جهله، مقاييسه بالحياة حتى عبادته تكون بجهل، كل أموره يحيط به الجهل، وهذا أمر في غاية الأهمية إذا الإنسان ما يلتفت له، فمردودة على الإنسان نفسه. الطواغيت والحكام أدركوا أن الجهل عامل مساعد في نشأة سلطانهم، في قوة سلطانهم، في بقاء سلطانهم، يعني يستفاد الطاغي من جهل الناس ويستفاد الحاكم من جهل الناس. هذا أمر عبر التجربة البشرية وعبر الواقع موجود. الجهل هم مردود على الإنسان. أنت أكو دعاء لأمير المؤمنين، شوف حتى مسألة الذنب: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة. أنا طلعت أسوي عبالي صح، وطلع شنو غلط وأرجع أسوي، اتصورت أنه صح طلع هو شنو غلط. ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة، لأن حتى بنرجع عيد الخطأ أنا حياتي: ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم شنو يحسنون صنع. فالجهل مردود على الإنسان. اثنين: لا، بمنفعة للطاغي، بمنفعة للحاكم، ينشئ سلطانه، ينشئ حكومته، ينشئ طاغوته
عن طريق الجهل، يقوي سلطانه عن طريق الجهل، يقوي السلطة مالته. ولا لولا وجود الجاهل، شوي بس انتبه لهاي نقدر نستنبطها أنا وياك، لولا وجود الجاهل ترى عمر الطاغي قصير. الجاهل هو يخلي عمر الطاغي طويل لو قصير، يلعب دور. فممكن أن يكون عمره قصير إذا عنده وعي، لأن راح يلتفت إلى ثغراته، راح يلتفت إلى خداعه. الطاغي لا يكون طاغي إلا بخداع أهل الجهل، والطاغي لا يكون طاغي إلا بوجود أهل الجهل. فرعون استخف قومه فأطاعوا. ولا شلون صار فرعون؟ ذولا 8000 بمعركة صفين كلهم كانوا تحت راية أمير المؤمنين، بخطوة جهل، بخطوة عدم وعي، بخطوة تخلف، انسحبوا 8000، خدعهم عمرو بن العاص. كان مراهن على اليمن، ما مراهن على مالك الأشتر، واعي مالك الأشتر. ما كان مراهن على كثير من اللي حول أمير المؤمنين، كلهم واعي، بس يدري أكو شخصيات لا، رغم أنه عبادة عنده. واحد من عندهم مر علي ذيك الليلة أمير المؤمنين يصلي صلاة الليل ويقرأ قرآن بالليل، فواحد تعجب قال له: لا تغرنك طنطنة الرجل، لا تغرك. يقول الإمام الباقر عليه السلام: عالم واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. ليش؟ ليش إبليس هذا الشيطان اللي هو قاعد يسوي ما يسوي بالبشر، ليش عده واحد في كفة وألف في كفة؟ ليش؟ الفرق هي المعرفة، الفرق هو العلم، الفرق هو الوعي. مرة تجي للصلاة وانت مقبل عليها بمعرفة، هاي صلاة حق رب العالمين، عبادة، معراج المؤمن، عمود الدين، إن قبلت وإن ردت. روح شوف ايش قد راح تختلف قيمتها عندك، عندك قيمتها. هذا ملبسك إذا تلبسه بمعرفة، قعدتك بمعرفة، كل شيء. يقول أمير المؤمنين: يا كميل، العلم دين يدان به. دين يا كميل، أنت تحرس المال والعلم يحرسك. يا كميل، هلك خزان المال والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يموت بدنه ويندفن بس علمه ما يموت، كتابه يبقى 1000 سنة 2000 سنة تدرس معلومات، بدنه اندفن، جسمه لف بالكفن، صار تحت التراب، وعلمه ارتفع باقي. يا كميل، ما من حركة إلا وتحتاج فيها إلى معرفة. فالنقطة الأولى أحبائي، القرآن الكريم يريد يحرر هالعقل، يحرك العلم، وهاي مسألة الجهل تؤذي الإنسان، يتحمل تبعاتها والطواغيت تستغلها ضده. وشوف موضوعنا الليلة المال وتوظيف المال والتعامل مع المال بعقلانية واعتدال، الموضوع كله يخص المال. أنك منين أخذت المال، الطريقة اللي أخذت بها المال، الأسلوب اللي حصلت به المال، هذا واحد. وين وديت المال؟ خضعته من النظام، خضعته لقانون وتعاملت وياه بعقلية. المال خلق لخدمتك، مو أنت تكون خادم إليه. المال يرحمكم الله، المال انوجد حتى تكون أنت المالك إليه، مو هو يملكك. المال موجود حتى أنت تنظم حياتك به. بس هنا أكو طرق بشعة، هنا أكو حصة لإبليس، أكو حصة لإبليس في الموضوع، أكو ظلم وغبن لبعض الناس ما قاعد يحصلون على المال، أكو أسلوب عند الإنسان غلط، لو يابس فيكسر، لو لين فيعصر، وقاعد يعالج القرآن.
ثم يعطينا أصل المسألة. تعالوا تعالوا يا الأسباب، مال الرزق بيد من، العطاء بيد من، المنع بيد من. يختمنا الآيات يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فموضوع جدا مهم يتناول القرآن. هالآيات من 26 إلى 30 من سورة الإسراء تحمل لنا فكرة لازم نفهمها، تحمل لنا موضوع لازم نحتويه، تحمل لنا قضية لازم نطبقها على أرض الواقع، سواء كنا دولة أو حكومة أو مجتمع أو أسرة أو فرد، حتى لو فرد. لأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنقذنا بكم موضوع يخص الاقتصاد، هو يخلي الإنسان معتدل في حياته. لما يقول ما عال من اقتصد، يقول ما يحتاج، عال ما عال من العول، العول هو النقص والاحتياج، ما عال ما احتاج ما نقص ما اعتاز من اقتصد. اقتصد يعني شنو؟ اعتدل. انا هسه ايش قد يكفيني اشرب ماي؟ هسه هذا اشرب ماي هذا واحد كافي علي، احط 10 هذا ضياع، احط 2 اي ممكن يجي واحد وياي يشاركني، اكو اعتدال. لذلك شوف شي حطنا في وسط الموضوع، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، لا يملكك الخوف ولا يملكك القلق انه انا اليوم ما اصرف خل اضم الباكر، هذا مو اعتدال مو اقتصاد. اكو شيء الاسلام نظمه للانسان، خلى الإنسان حياته منظمة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. شوف حتى الوعظ وحتى الإرشاد ترى أنت اللي راح تلام وراح تصيبك الحسرة إذا ما اعتدلت. فموضوع في غاية الأهمية، لازم نتعامل وياه بوعي. هنا فرصة أنت هذه الأيام روحك منجذبة، هذه الأيام أكو استقطاب إلك، الوعي استقطبك، الموعظة تستقطبك، القرآن جاذبك، المعرفة قاعد تتحرك في داخلك. فرصة أنت هاي الأيام، فرصتك الطيبة أن تعالج قضايا مهمة في حياتك. كثير من مجتمعنا وكثير من ناسنا عندهم أزمة بالاستيقاظ لصلاة الفجر. هاي 30 يوم انت تستيقظ لصلاة الفجر، 30 يوم انت تصلي صلاة الفجر بالدقيقة وتتعامل وياها بحذر، لان لازم انت قبلها ممسك عن الاكل. صلاة المغرب باقي الصلوات عندك التزام، هذا 30 يوم تدخل دورك وانت تتعلم. 30 يوم انا من علمك شي يومية اعيد عليك، لازم تحفظه. أجلكم الله، ولا حد يزعل من المثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، ولا حد يزعل من الحكم حتى لو بها قسوة. أجلكم الله، بعض الحيوانات يكفي أن تكرر عليها الأمر 5 مرات. في الدراسات المتأخرة لعلم الحيوان يكفي أن تكرر الفعل أو القول لبعض الحيوانات 5 مرات فيحفظه ويؤدي بجدارة. اليوم دراسات تخص علم الهندسة يأخذوها من النمل، دراسات تخص علم الطب يأخذوها من البعوض، دراسات تخص بناء وعمران يأخذوها من النمل والنحل. يعني الحيوان عنده سلوك وعنده تصرف بالفطرة وعنده معلومة، سبح اسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر. هاي القضية خليها في بالك. فالإنسان فرصة عنده، هاي الآيات احفظوها أحبائي، هاي تعالج عندنا مشكلة المال، منين جبته ونظام إدارته والقوانين اللي وياه. لأنه المال إذا ما تسخر إليك خادم، ما تكون أنت خليه وسيلة، ما تخليه غاية، لا تخسر الدنيا. ابلغ ركاب الفضة وذهب، نفس فكرة.
إني قتلت سيدا محجبا، قتلت خير الناس. ليش؟ المبدأ شنو؟ أملاك الكعبة. هاي القضية. فكنت التفت إليها. القرآن الكريم أول شيء يطرح قضية حقوق الآخرين. اللي يضيع حقوق الآخرين هو التمايز الطبقي أحبه. شوية تكون هذه المسألة اللي مجتمعنا مبتلي بها وناسنا مبتلين. التمايز الطبقي يضيع الحقوق. عندما يصير نظام المجتمع في التعاطي مع المال، ناس أغنياء، ناس أغنياء مدخومين وناس فقراء محرومين، ماكو اعتدال. وهذا أقدر أقول لك مقصود. ليش الجهل مقصود مثل ما بدينا وأكو من ينظم إلى ويأسس إلى؟ لأن من صار التشريع وخصوصا اللي تتبناه الدولة ويتبنوا أهل الحكومة، من يصير التشريع واحد تعطي راتب 100 مليون، واحد ما تنطي، واحد تنطي فلس بسيط قوت لا تموت. هذا هو اللي يخلق التمايز الطبقي. التمايز الطبقي هواي بيه سلبيات. اولا يخلي الناس طبقة مدخومة وطبقة محرومة، يعني تخلق العداوة انت، يعني تخلق العصابات انت، يعني تخلق السرقات انت، تخلق هاي الاشياء بصراحة وبتقصد. انا يوم من الايام كان عندي مجلس في فرنسا في باريس، كان يوم سبت، مجلسي عندهم كان يوم سبت. وصلت بالقطار العصر الى المحطة في باريس، فمن نزلت بالشارع اجلكم الله، الشارع متروس شرطة بوليس في كل مكان، هاي لابسين الخوذ مكافحة الشغب، الدنيا مقلوبة. وأجلكم الله الحيوانات هاي الكيناين هم موجودة، ماكو، كل 10 أمتار واحد واقف. فكان يوم سبت إذا تتذكرون مظاهرات أصحاب السترات الصفر، هاي انتشر الخبر بالإعلام. فأنا بقيت ليلة قريت المجلس ثم سافرت. ليلة كانت عندي بس افتهمت الوضع. شفت انت من تشوف الناس هناك تقول والله متعافين هذول، ايش يردون مظاهرات؟ والله هاي الناس المحرومة، هاي الناس الكذا، تطلع مظاهرات على أمور إضراب غير هكو. بس شي يريد هذا إذا هو متنعم، إذا هو مرتاح؟ هذا بحسب الظاهر. بس إذا تلتفت للحقيقة لا تلقى أكو أسباب حقيقية. فأنا سألت البعض ليش طالعين مظاهرات، ليش عدكم؟ قالوا طالعين ضد هذا الرئيس اللي هو هسه موجود. هذا الرئيس احنا ما نريده، طالعين ضده. ليش طالعين ضده؟ قالوا هذا رئيس الأغنياء فقط، مو رئيس الفقراء. شوف شوف شلون مبنى، رئيس الأغنياء مو رئيس الفقراء. عندهم فلاحين وعندهم طبقة كادحة وعندهم ناس يعني باعتدال بالاقتصاد، بس قالوا هذا الرئيس محسوب على الأثرياء، هذا مو رئيس الناس كلها، هذا مو رئيس الناس المعتدلين، الناس البسطاء، الناس الفقراء، الناس اللي عايشين على الراتب والدخل الشهري عنده وعنده دخل يومي ياكل ويشرب بيه. لا، هذا رئيس الأثرياء والأغنياء، ما نريده. ليش؟ لأن التمايز الطبقي يخلق أزمة، التمايز الطبقي يخلق فجوة، التمايز الطبقي يخلق بعد بين الرئيس وبين الناس، بين الحاكم وبين المحكوم. ولازم يكون هناك الحل الوحيد في الاعتدال. انت لما تخلق لي تصنع لي وتشرع لي واحد تعطيه 100 مليون، هو ممكن ما يستاهل، وهاي 100 مليون يأخذها بلا تعب وبلا جهد وبلا تقديم اي خدمات، يعني ينطبق عليه ويل للمطففين. وبنفس الوقت لما ينهي فترة حكومته وينهي فترة دولته يلقى له ضمان، يلقى له ضمان، يلقى له تقاعد هم مبلغ عالي جدا. شوف شلون، شوف وين تبعات التمايز الطبقي، وين تبعاته توصل. وهذا بلا تعب وبلا هم وبلا هذا. وين وين الفقير؟ وين وين المعوز؟ وين وين ما يشعر هذا
انه انت ما عندك رحلة بالمدرسة، ما يفكر بها، ما يفكر انه انت ما عندك دواء بالمستشفى، ما يفكر ابرة بالمستشفى ما عندك، ما يفكر سرير بالمستشفى ما عندك، ما يفكر، لان هذا التمايز الطبقي سواله حاجز، حجب عن الناس، حجب عن الاخرين، وهاي هي الحقيقة اللي يرفضها الاسلام. لازم تعطي حقوق الناس، وقت ذا القربى حقه وابن السبيل، لازم تعطي حق الآخرين. خلي شوية أذكرك بمورد قرآني وأجيب لك شاهد من التاريخ. صلوا على محمد وآل محمد. شوية التفت لهاي الحقيقة، التفت لهاي النقطة المهمة والجوهرية، إنه أنت إذا ما عندك اعتدال والتمايز الطبقي هو يحكم، إيش راح يصير بيك وإيش راح يصير بحالك؟ يوم من الأيام اشتكت الناس إلى عمر بن الخطاب، إيش قالوا له؟ قالوا له هذا معاوية قاعد يسرف بالأموال، قاعد يبذر، هذا قاعد يأذي، على يا حساب، هاي من الموازنة، هذا كله من الموازنة، هو قاعد يسرف ويبذر ويضيع من الموازنة، ومنين خو ما من جيبه، خو ما هو معاوية طالع يشتغل، لا، هاي أموال المسلمين، وأموال هاي اللي تجي من أسباب كثيرة، الزكاة. القرآن الكريم يحذر من هاي المسألة. لما اشتكوا لعمر بن الخطاب وقالوا له معاوية قاعد يسرف ويبذر، هنا عمر بن الخطاب ما أدركه الإنصاف، هنا عمر بن الخطاب ما قرأ هاي الآيات، القرآن كان غايب عن ذهنه، السلطة كانت ما تخليه يقرأ قرآن، السلطة كانت ما تخليه يرجع لهاي الآيات. فش قالهم؟ قالهم معاوية دعوه، خلوه براحته. ليش؟ قال إنه كسر العرب. هذا المنطق اللي رجع به شكوى الناس واعتراض الناس أن معاوية قاعد يسرف قاعد يبذر. القرآن شي يقول؟ إن المبذرين كانوا شنو؟ وكان الشيطان لربه شنو؟ كفورة. حقيقة بعد شين ما بها كلام، يقول المبذر أخو الشيطان، الشيطان شنو الشيطان؟ ليش هنا ما قال إن المبذرين كانوا إخوان إبليس؟ ليش ما قال؟ ليش ما قال إخوان إبليس؟ إبليس أبلس من رحمة الله، بس من قال الشيطان يريد يعطينا صفة التمرد، لأن اسم الشيطان معناته المتمرد، فمن قال إن المبذرين شنو؟ إخوان الشياطين يعني التمرد. أنت جايك اعتراض وأنت دولة وحكومة ويقول لك هذا قاعد يبعثر بالموازنة، دعوه فإنه كسر العرب. خلنا نقرأ القرآن عنك هسه شوية، افتهم لي المعادلة، شوف اللي يتولى الحكم ويكون القرآن بعيد عنا، ايش قد تغيب عنا حقائق وايش قد يفقد مبادئ مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. الثانية، ولم نك نطعم مسكين. اعتبرها القرآن جريمة. زين شلون إذا تبنتها الدولة، شلون إذا تبنتها الحكومة وشرعتها بالبرلمان وسوت قانون؟ هسا أنت الآن روح ابحث شوية، وعي نفسك، ليش بس ملتهي بجيرانك وملتهي بفلان وعلان ومخلصينها خلافات فيما بينكم ومخلصينها نزاعات فيما بيناتكم، وما أدري شو وقت تلتفتون شوية لبعض المشاكل المهمة والمصائب الكبرى وشوية تلتفتون صحيح، شقد ما تفرغ نفسك من هاي الجزئيات اللي حولك والمشاكل يمينا وشمالا ببيتك وجيرانك ويا عشيرتك ويا أهل ولايتك ويا أهل مذهبك، راح تلتفت للكبار، بس ذن الزغار الماخذات حيلك وفكرك وعافيتك لاهياتك عن الكبار، كل ساعة طاقينك بوحدة كبيرة. شوف هسه أنت الظن خلصت من داعش، صحيح خلصت مرحلة من داعش،
بس راح يجيك الأتعس من داعش، لأن الآن داعش صار في الدولة، الآن داعش صار في الحكومة، الآن داعش صار في البرلمان، ولا ماكو هيجي صلافة وماكو هيجي وكاحة هي التصرفات للدولة، هاي تكون تشوفها قدامك. فلازم يصير عندك وعي، تلتفت للمشاكل الكبار، تلتفت إلى التشريعات. هذا شلون شرع الراتب مالته 100 مليون؟ منو شرعه إليه؟ أي قانون هذا؟ روح ارجع إلى كل الدول وإلى كل الحكومات وإلى كل الأنظمة، إيش قد رواتبهم؟ تستغرب بعض رؤساء الوزراء في بعض الدول راتبه بسيط، لأن كل الامتيازات محصل عليها، سيارته ببلاش، المستشفى ببلاش، المدرسة كلها متبنيتها الدولة، راتبه هواي. ليش؟ ليش الآن عندك هاي صفتين أو ثلاثة؟ الأولى أنه أغلب التجار هم من السياسيين وأصحاب المصارف والبنوك من السياسيين، وبصراحة قاعد هم يتحكمون بالسوق، هم يصعدون ينزلون يلعبون بأعصاب الناس، قاعد تشوف. وهاي العدوى أحكيها بصراحة وبشجاعة، وكلمة الحق راح تزعل هواي ناس، بس ما تاخذنا بالله لو متلام، بعض قادة الحشد هم تمرضوا بهذا المرض، بعض قادة الحشد هم أصابتهم العدوى، هم صاروا تجار ويريدون ينافسون السياسيين ويريدون ويريدون، نسوا هواي أمور على حساب، على حساب اليتيم والأرملة والجندي والمضحي والشهيد والجريح والمبتورة إيده والمبتورة رجله، على حساب هؤلاء. فخلي ينتبهون لأنفسهم، وخلي ينتبهون لهاي القضية. الإنسان يصير تاجر لا بأس، بس بصورة صحيحة. الإنسان يصير تاجر ويتاجر ويوسع لا بأس، بالعافية عليه، بس كون مقدماته صحيحة، وكون فلوسه حلال، وكون مالاته مو مالات غيره، وكون مو بفساد، وكون مو بسرقة، وكون مو بكذب، وكون مو باحتيال، بالعافية عليه. يصير تاجر والله يوفقه ويأكل من حلال وينصف، الله عز وجل راح يحاسبه منين جبتهم وين وديتهم. لو أن مالك من جمع من الحرام، اقرأ يا ابن آدم على الرحمة السلام. فهي نقطة نقولها لله ونقولها للتاريخ ونقولها للأجيال، واللي يزعل يشوف لحايط قوي كونكريت من هذا الزين يطق راسه بيش قد ما يرتاح من لمن يرتاح، لأن هاي أكو أمور ما بيها مجال للمجاملة. محل الشاهد هذا التمايز الطبقي، سوى هذا سوى. تشوف هاي الحالة، كثير من السياسيين الآن تجار أصحاب مصارف أصحاب شركات هي من النكات الأخيرة، أصحاب مقاولات، يعني الشارع هو يبلطه والمستشفى هو يبنيه والمدرسة هو يصبغها، ماكو وين يروح المطلوب لنا؟ هيك لسان حاله واقع، هذا وين يروح المطلوب لنا حقيقة يعني؟ ليش؟ وهي حالة مو طيبة، هاي هي الورطة اللي قاعد يحذرنا منها القرآن، بأن الآيات اقروهن نشروهن من 26 آية بسورة الإسراء إلى الآية 30، نظام، قانون، اعتدال، تربية، تثقيف، نظام يخلي الإنسان يعيش حياته بكرامة، يعيش حياته بأصول، يأكل ويشرب ويتهنى ويلبس وهو مرتاح، لا ماخذ حق غيره ولا متجاوز على الحدود ولا مسرف، إنه لا يحب المسرفين، ولا مبذر، المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وعايش حياته. في أموالهم حق للسائل والمحروم، عندك مال اثنين يوقفون لك، السائل والمحروم، إذا ما ذولا تطيهم يجوك اثنين غصبا عليك، غصبا عليك يأخذونهم من أمه. اقرأ نهج البلاغ، يقول لك علي بن أبي طالب: في مالك شريكان، الوارث والحوادث. الله الله، شوف شوف، يعني تطيب بالعين وغاتي لو بالحادث غصبا عليك تتفحل، تطيهن بالعين وغاتي وتطي حق الله لو الحادث يجي ياخذ منك غصبا عليك.
دفع إجباري أو منو الوارث. تعرفون هاي القصة أحبائي، الجماعة اللي إجوا للنبي صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات. قالوا له أبونا مات وعاف أموال كثيرة وأحوال كثيرة، بلكي تجي توزعها يا رسول الله. إجا النبي تمور وزرع وحال، شال له تمرة من القاع النبي. قال لهم لو منطي هاي بحياته، هاي بحياته لو منطيها كان أحسن له من هسه هذا كل الوضع. فإذا ما تطي حسب النظام من اللي عندك والله مكنك، لأموالهم حق للسائل والمحروم، الوارث راح يجي، والوارث راح ما تدري وين يوديهن، وين يخليهن، ينصفك ما ينصفك، يعطيك حقك ما تدري، انت وتربيتك انت وتوفيقك، والحوادث تأخذ غصبا عنك. اكو مثل عد اهلنا يقول مال ابليس للشيطان، جيبهن غلط يرحن غلط، جيبهن مو بحق يرحن مو بحق، وهاي حقيقة ثابتة بالحس والتجربة. فالتمايز الطبقي يخلق لك هالتجار، هذول قدامك أصحاب رؤوس الأموال يتحكمون بالناس، اثنين يتحكمون بالمصائب الأخرى. تعال شوف هاي المخدرات منو يديرها، الملاهي منو يديرها، هاي أبواب الفساد في المجتمع، هاي تخلق، هاي مو بس تخلق تمايز طبقي، تخلق تمايز طبقي ويا فساد. فالقرآن يحذرنا من ذنب، شوف اعتبره مجرم، ليش؟ لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين. هاي حقيقة أحبائي. إجا واحد للنبي صلى الله، قال له يا رسول الله أرد أصير غني. قال له تأسى بنبيك، إني أجوع يوم وأشبع يوم، إذا جعت سألت ربي، يعني أبحث أكل الخبز، وإذا وجدت وشبعت شكرت ربي، أقول الحمد لله. معدتك إيش قد عمي؟ هاي معدتك بقد الشف، افتح شفك، هاي معدتك مو أكثر من ذلك. حسب ابن آدم لقيمات، إيش قد تأكل بالفطور؟ إيش قد تأكل تملئ معدتك؟ هاي اللقيمات البسيطة، أكثر ما تقدر. بعد الفطور لو شي يجيبون لك شي يحطون قدامك ما تأكل، ليش؟ تلأت معدتك، هي لقمة ومي وخلص هدأت. هاي الحقيقة. ايش قد تلبس؟ شنو تملك؟ وهاي حياتك، وكل شيء فوق ذلك فوقه زايد تحاسب عليه، كل هذا اللي فوقه زايد تحاسب عليه. فالقرآن شوف وين يريد ياخذنا، كلوا اشربوا بس اعتدلوا. الاعتدال راح يعطيكم الراحة، راح يعطيكم التوازن. انت من تعطي للرئيس للوزير للحاكم شيء معتدل وتعطي للناس الآخرين، قضيت على التمايز الطبقي، يعني سديت باب الشر، يعني غلقت باب الفساد، يعني ما راح تخلي واحد يفكر لا بالسرقة لا بالقتل ولا بمن أو لا بالحسد والنميمة. ما يسيء الظن بالله بعد، هذا انطيته وهذا ما انطيته. لكن اليوم اجى دخل على المنصور الدوانيقي، تدرون الدوانيقي سمي من الدانق لأنه بخيل. فكان عنده واحد من أصحابه من أصدقائه كلش يسمونه أزهر السمان، من السمن يعني هذا الدهن، أزهر السمان. كان مقرب للدوانيقي، المنصور الدوانيقي مقرب، بس كان عايش في بلد آخر. إجا ويدري بي المنصور الدوانيقي من يجي أزهر السمان يعني يريد منه فلوس. فإجا قال له هاي السمان ماذا تريد؟ قال له داري تهدمت، بيتي تهدم وأريد أزوج ابني وعلي دين وأنا جئتك بعد. قال لهم اعطوه، يقول حملوا له أكياس من المال صديقة، وتدري ذول السياسيين يكشخ براس غيره، ينطي براس غيره مو مالاته، يتكشخ وهن مو مالاته، يكرم براس غيره. فأزهر السمان راح أخذ مال تهديم داره وزواج ابنه ودينه، ورسنه همجا. قال له ها شو اجيت؟ قال له لا بس أسلم عليك، جاي أسلم عليك واروح. استحى وهم الطاه، وجبة من المال، راح
بعد سنة هم إجا. قال له شو هم إجيت؟ قال له لا إجيت، قال لو أنت مريض ردت أطمئن عليك. شوف 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 التملق، شوف الكذب، شوف هو يدري بباطل يسوي، بس هو وبس يسوي نبي، هو يدري بباطل بس. هذا منو؟ التمايز الطبقي يخلق جيل ويخلق حفنة من الناس اسمهم المنتفعين. هذا ترى يمشي بالمال ويسكت بالمال، يتحرك هو معدن حركة المال. هذا بسبب التمايز الطبقي، بسبب التفاوت. هذا شراء الذمم اسمه للأسف. شراء الذمم يأثر. روحوا اقروا الأسباب اللي خلت هاني ابن عروة من اعتقلوه طلعوا ألف، من قتلوه ولا واحد طلع. هاي سبب هذا المال. شوفوا زيد بن الحارث وحجار بن أبجر وشبث بن ربعي، من القلبهم؟ من الغيرهم؟ من الغير نفوسهم؟ من الغير أفكارهم؟ هاي من آثار التمايز الطبقي، من مخلفات التمايز الطبقي، لأن مال كثير ومال قليل. فإجا ورا سنة قال له سمعت بيك مريض، قال له شوف أزهار، قال له نعم، قال له جيتني أول مرة دارك متهدمة وعليك دين وتريد الزوج ابنك وطيتك، جيتني السنة الثانية وتقول لي سلم عليك وطيتك، جيتني هسه تقول لي يقولون مريض، أزهر يا سمان إن أتيتني بالرابعة ضربت عنقك. ترى بس تجيني النوبة ضربك، لأن هذا ضغط علي دوانيقي ما يطي. اجت السنة وهم اجى أزهر السمان، قال له ويحك أنا ايش قلت لك؟ قال له لا ما جايك على حاجة، ولا عدي دار متهدمة ولا زوج ابني ولا دين عدي ولا سلم عليك ولا أدري بيك مريض. قال له جاي لمن جاي؟ قال له العام سمعتك تدعي دعاء وحبيت أخذه من عدك. والله ودعتك. قال له أنا جابني الدعاء، سمعتك تدعي، بس أسمعك من أنا طلعت من يمك، قلت له إلهي اللهم وما أدري إيش دعيت. قال له ما يفيدك هذا الدعاء. قال له ليش؟ قال له طلبت من الله ما أشوف خلقتك. والله ما استجاب، فأنت شو تسوي بالدعاء؟ شوف هذا المنتفع ما يخلي حيلة ما يطبيه، ما يخلي أسلوب. ليش؟ لأن يدري الأموال كثيرة، يدري الأموال طائلة، يدري الأموال هائلة. يومي يعرضوا لكم أرقام تريليونات وانت رحلة بالمدرسة ما عندك، دواء بالمستشفى ما عندك، ابنك يوصل لأخير السنة كتاب ما عنده يمتحن. وسمعتوها على المنبر قبل مدة حكيتها، نصف السنة أكو مدارس ما عدهم أوراق الامتحان، ما عدهم، بعد نص ساعة يبدأ الامتحان، ورقة الامتحان ما عد. وانت تسمع بهاي الأموال الطائلة والبيوت والأحوال. وشوف هسه من شوف إش قد خلوكم مثل السمك المزوهر على الموازنة، سووا بكم على الموازنة. اتبعوا إخوان الشياطين، راح تلقونهم يسوفون بالبرلمان. اسألوا منو اللي ياخذ إجازة أيام العمل بالبرلمان؟ هاي مو خالية. شوف إيش قد عنده، هو ما عنده دوام وما عنده التزام وما عنده أي عمل وانضباط، بس من تجي الجلسة للتصويت على الموازنة ياخذ إجازة ويروح. ليش؟ لأنهم مأمرين من فوق ساداته وكبراء أنه ما يداوم حتى ما يحضر يصوت. شوف ليش القرآن يقول إن المبذرين كانوا، ليش سماهم إخوان الشياطين؟ من التمرد. فكرهم فكر شيطان، فكرهم فكر إبليس، منهجهم منهج الشيطان. وهاك هذا المنصور 4 سنوات كل ما يجي أزهر السمان، هو بخيل، هو سموه الدانق، سموه الدوانيق بسبب بخله، لكن كان يغدق بالأموال على حزبه وعلى جهته وعلى المتملقين وعلى المنافقين. فالمال موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. وأنا أحب أقول لكم يا مجتمع في آخر المجلس هالكلمتين المهمتين. مسألة المال أولا وبيد من ثانيا إلها علاقة
في تدين الناس وتقوى الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي معادلة يقول النبي صلى الله عليه وآله وينقلها الرواية أمير المؤمنين: إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار المال بيد الأشرار. هاي حقيقة معادلة، معادلة: من يتق الله يجعل له معادلة، لئن شكرتم معادلة، ادعوني معادلة. إذا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلتهي بنزاعات داخلية وخلافات شخصية وتخلص عمرك وحيلك وعافيتك على أشياء تافهة، لا، راح يصير المال بيد الأشرار. ومن يصير بيد الأشرار شي يسوون؟ يترسوك مخدرات، يترسوك ملاهي، يصير تمايز طبقي، يصير عصابات، يصير سرقات، يصير أمراض، يصير ما يصير بالمجتمع. ينبكي على حاله إيش قد لعد مسألة المال مسألة خطيرة ومهمة. شوفوا علي بن أبي طالب قبل البصرة، من دخل لكم للبصرة بمعركة الجمل وكانت عائشة محشدة علي الناس وظلت الناس عليه وتحركت ضد علي بن أبي طالب بحقد وبقسوة، وكانت معركة حرجة حرجة جدا، لأن بداخل الكيان الإسلامي وأوراق مخلوطة وتناقضات وازدواجية سياسية واضحة، وطلحة والزبير اجوا هنا وغدروا بأمير المؤمنين. شوف هاي كلها علي بن أبي طالب خلاها على جنب، وقف قدام أهل البصرة بصوت عالي قال لهم: داخل لكم بهاي العباية، إذا طلعت بغيرها أنا خائن. هاي العباية طبيت لكم بيها وراح أخوض حرب، وعدكم اقتصاد وعدكم ميزانية وعدكم أحوال وعدكم كل شيء، أقدر أحمل الأموال من يمكم على غنائم على بعد رئيس دولة. قالهم: إذا طلعت بغير عبايتي أنا خائن لكم. هذا شنو معناه؟ شقد كان يتعامل علي بن أبي طالب بدقة. لما يوصف أحد أصحاب المخلصين يقول: كان لي فيما مضى أخ يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه يأكل ما يجد ولا يكثر إذا وجد ولا يشتهي ما لا يجد. شوفون النظام، تسمعون الحكي بوي، تفرزوا الحكي، تفهمون؟ خارج من سلطان، هو يحكم المال، المال أخذت قدري، مقداري، مقدار عائلتي، ما يكفيني، ما يأمن لي حياتي، الباقي للسائل والمحروم، أقسم الخبز ويا الفقير، حتى لا أقع في هذا المطب مال التمايز الطبقي، حتى لا أقع في مخلفات ينوجدون قدامي بس المتملقين والمنتفعين، الأنطي يمدحني، الما أنطي ذمني، هاي مشكلة عويصة هاي. خل نقرأ القرآن أحبائي، صلوا على محمد وآل محمد. ارجعوا لهن هاي الآيات أحبائي، ارجعوا لهن، وأكيد أنتم بعضكم مر بيهن أمس، مر بيهن اليوم بحسب تتابع بقراءة القرآن. 26 إلى الآية 30 من سورة الإسراء. وأت ذا القربى، ناس اللي حولك. أحبائي حفظوا هذا الحديث بداعة شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة وذي رحم محتاج. لا تتصدق وعندك رحم محتاج، التفت يمنى ويسرى، أخوك أختك ابن عمك عمك خالك، التفت يمنى ويسرى، اجمع له، حتى إذا تريد تصدق سوي لك صندوق قول هذا للأرحام، اجمع صدقاتك. شي تريد تطي انصف، خلي فرد حصة للرحم، حصة للجار، حصة للصديق، هذا هواي الله يحترمه. وأت ذا القربى حقه، شوف ليش سمى حقه، ليش قال حقه؟ خو قال وأت ذا القربى بدون هاي الكلمة، بس يريد يشعرك بالمسؤولية، انطي المقابل حقه، سماه حقه حتى يحملني مسؤولية أنا. وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وهي تلاحقك، تلاحقك عبور الحد، لا تتجاوز الحد، اعتدل اعتدل، وراك حكاية تستمر.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين من التمرد والفكرة والمنهاج، وبنفس الحقيقة وكان الشيطان لربه كفورا. شوف اسمه، وإما تعرضن عنهم. الإعراض إلى ثلاث أسباب، ممكن إعراض بمصلحة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أكو إعراض بمصلحة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لفح الهجير ذباب. مو كل من يسبك تسبه ويحكي عليك تحكي عليه، ما صارت هاي الحياة. لازم تقيم توزن، ترد لو ما ترد، تعرض لو ما تعرض. هذا الإعراض الأول. أكو إعراض لا، انشغال، أنك منشغل، عندك مسؤولية وملتهي، ما تقدر تلحق. ما سامعين هذا البيت الشعري شلون زينب تخاطب رأس الحسين؟ أخي ما لك عن نسائك معرضة، والكل منك بمنظر وبمسمع. أخي ما عودتني منك الجفا، فلعلى ما تجفوني وتجفو من معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر. أكو إعراض بانشغال، أكو إعراض بمصلحة عن الجاهل، أكو إعراض لا بتقصير، أنك من الغفلة، أنك ملتهي بكثرة الأموال. لأن هذا الفقير اللي إجى للنبي وقال له ادعي لي أصير غني، جاوب النبي قبل شوية، قال له تأسب نبيك، تأسب نبيك ليش؟ قال له يوم تلقى ويوم ما تلقى. إجا مرة ثانية قال له ادعي لي أصير غني، قال له قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكر. قليل وتقول الحمد لله، من يصير أنا هواي تنشغل عن الشكر. هنا ابتلاء، أكو مو الإعراض الممدوح ولا الإعراض اللي هو بسبب الانشغال، لا أكو له. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. ارجع القرآن بعد راح يلاحقك بالاعتدال. شوف شوف هذا التأكيد الآخر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. الاعتدال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الاعتدال، تاكل خبزتك، تلبس ثوبك، تعتدل بكل أمورك، تقتصد بكل أمورك، حاجتك ما يسدها وما ينظم حياتك، لأن الزايد متعب عليك، الزايد بي ضريبة، الزايد بي مشاكل، الزايد يوصلك إلمن للترف. وهذا اللي قاعد نشوفه والله، هذا اللي قاعد نشوفه، ترف، ترف المسؤولين، ترف التجار، ترف بعض الناس. وتذكر الآية القرآنية هم موجودة بسورة الإسراء، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. نستجير بالله، اللهم اكفينا شرهم يا الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يرجعنا القرآن للحقيقة، يرجعنا للصواب. يا مؤمنين، يا مجتمع، انتبهوا، إن ربك يبسط الرزق، ترى بيده، بيد المنع وبيد العطاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذا ما نلتزم بهذا الأمر، إذا ما نلتزم بهذا القانون، إذا ما نلتزم بهاي النظرية، راح نبتلى بثلاث، أبين لك ياهن باكر إن شاء الله. راح نبتلى بقارون، وراح نبتلى بهامان، وراح نبتلى بفرعون. ثلاث رموز يحذرنا منها القرآن. إذا ما نلتزم بهذا النظام للمال وللاقتصاد وللسياسة وللإدارة، راح تكون مخلفاتها قارون وهامان وفرعون. نمر بها إن شاء الله تعالى. هذا موضوع المال يخلي الإنسان يعيش حالة الطمع وحالة الجشع. وللأسف يقول أمير المؤمنين عليه السلام لما يوصف الدنيا، يقولها لو كنت قالبا حسيا
وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله عليك. ليش؟ في أناس غررتيهم وخدعتيهم. تدري أنت يوم العاشر من محرم أكو كان تنافس عند القوم، مثلا هذا ابن حوزة التميمي لما صاح على الحسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة، أكو رجل كان اسمه ابن الحضرمي يرحمكم الله عافاكم الله، كان اسمه ابن الحضرمي، يقول أنا كنت بالمقدمة. ليش؟ يقول كنت أطمح بشيء من الحسين حتى أحظى بجائزة، هذا كل هدفي. بس يقول لما شفت الحسين دعا على ابن حوزة التميمي انسحبت من المعركة، قلت إن لأهل هذا البيت حرمة عند الله. شوف هاي الموعظة اللي صارت بهذا الرجل اللي أخذته فرسه وألقته بالنار وقدام الجمهور وقدام الناس، يقول تيقنت هذا البيت إلى حرمة عند الله. ولا الحسين شال ما أسرعها من دعوة، يقول أسرعها من دعوة، بس شال الحسين إيده وإذا هذا الرجل يوقع بالأرض وتشيل الفرس تضرب به كل مكان والذبة بالنار، لأن الحسين قال اللهم حزه إلى النار. يقول أنا كنت بالمقدمة ومفكر بالمال ومفكر بالجائزة فانسحبت لأن رأيت حرمة لهذا البيت. بس تلاحظ أنت مثلا الشمر قد طغى على حال الأمر، قد طبع الله على قلبه، الدنيا استولت عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، الشيطان سيطر عليه. الحسين كان بعد حي، والحسين لما وقع على الأرض أحبائي يقولون أرباب المقاتل سوال وسادة من تراب. ليش الحسين سوال وسادة من تراب؟ يقولون أرباب المقاتل كل هدفه، كل وجدان الحسين كان يريد ينظر إلى عياله، يباوع لبنيات، عند بنيات صغار، عنده وليدات، عنده نسوانه أخواته، هو ما بيحيل بعد، وقع على الأرض. أبا عبد الله شنو حالك؟ أبو عبد الله شنو شعورك؟ هو شوف أثخنته الجراح، أثخنته الجراح، يقول يصب دما من كل مكان. الراوي يقول صار جسد الحسين كالقنفذ، مثل القنفذ. وهنا سوال وسادة من تراب حتى يرفع رأسه وينظر إلى عياله. أعتذر سيدي صاحب الزمان، إجا واحد ضربه بالسيف على جبهه، ضربه بالسيف على جبينه. تدري انت هذا الدم هذا الدم سال على وجهه، ومن سال الدم على وجهه بعد ما شاف عيال الحسين دعا علي قال له لا اكلت بيمينك، ولك ليش انا هالساعة هاي باقي هالدقيقتين هاي هالانفاس الاخيرة اطمئن على عيالي، فضربه بالسيف على جبينه فامتنعت الرؤية عليه، قام ما يشوف. وهنا صاح اللعين شبر من ذي الجوشن اهجموا على المخيم، إن الحسين رجل ثري، الحسين عد أموال، فهجموا على المخيم. أحبائي كان ينادي المنادي احرقوا بيوت الظالمين. هنا حميد بن مسلم يقول رأيت امرأة عجبتني، شوف التفكير عند القوم، يقول الخيمة محترقة وهي واقفة بباب الخيمة، يقول امرأة ما أعرفها بس هي لابسة عباية مغطاية من فوق لجوا، يقول الخيمة محترقة وهي ما تطلع من الخيمة، فقلت ما الذي دفعها إلى ذلك؟ لعله عندها مال، لديها أشياء ثمينة، مجوهرات عدها. يقول لكن العجب أن النار وصلت إليها، يقول النار وصلت يم ثوبها، صحت بها من بعيد، أمت الله
أمت الله ما أعرفها، أمت الله أمت الله، النار النار قالت لنا علي في الخيمة. ولك عدنا علي في الخيمة. التفتت إلى زين العابدين، عمه عمه ما الذي كتبه الله علينا؟ قال عمه فرنا على وجوهكن في البيداء، يا طلعات ويل وسيعة مات ليمها. اسمحن اسمحن، ذني ما طلبت بهن حاجة إلا قضيت. طلعت ويل وسيعة مات ليمها، مات لمها، مرة صيح أبوها ومرة أمها. آي يا ناس طلعاي يا تتعثر بجدمها بجدمها بجدمها، من راد الشمر يذبح عمره. صاحت من بعيد صاحت من بعيد، ونا ونا يا ظالم لا تحز الرهب. يا ظالم لا تحز الراس، ونا ونا وتاني لما يبطل حسي. تاني لما يبطل حسين، ونا انا مالي عتب لاخوتي، ونا عتب على البلغري الحق علي. عندك ونا عندك يا عتب على البلغري الحايا يا علي. اي والله شفته انا شفت الشمر ثاني ركبت. والله على صدره خير وحاز ركبته. أدور عليك يا ابن أمي ولا واحد يدليني. عاد انت ضعيف الصوت يا مظلوم حاجيني. تقدر تقراها وياي؟ تقدر. صديق نايم على ترب، صديق نايم على التربان، خويا وعلى الوجه مقلوب، صديق داست عليك الخيل بالميدان. أين المنادي حسين؟ أين المنادي يا غريب يا مظلوم كربلاء؟ اقراهن اقراهن. صديق نايم على التربان، خويا وعلى الوجه مقلوب. طلعها طلعها العبرة للحسين. صدق داست عليك الخير
بالميدان من كل صوب صدق خويا نزف دمك وكبدك بالسهم ولنك يا صبي العين طلعت السهم يا حسين ومن كبدك طلع ثلثين من كبدك طلع ثلثين وهذا السهم هو الحال ما بينك وما بين تجاوبني لو لا ادور عليك يا ابن امي ولا واحد يدل عاد انت بضعيف الصوت يا مظلوم هو كم حسين عندي حتى عوف حسيني يا ناس هو كم حسين عندي حتى عوف حسين يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني اللهم عجل لوليك الفرج. أحبائي شوي تفرغوا لي للدعاء أرجوكم رددوا وياي جزاكم الله خير. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم من كل قلبك اطلبها. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل بلدنا آمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. لنقرأ سوية أحبائي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك رسولك. اللهم عرفني نبيك رسولك فإنك إن لم تعرفني نبيك رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها وفيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم اعصمنا من الزلل سددنا في القول والعمل. اللهم نبهنا من نومة الغافلين لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين. ثبتنا على ولاية أمير المؤمن. أرجوكم رددوا معي آبائي وأمهاتي إخواني أخواتي التزموا بهذا الدعاء. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة
وعلى الحكام بالإنصاف وحسن السيرة مع الرعية، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة. اقرأ معي: يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمت وكرمت وشرفت وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم رد كل غريب، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم فك كل أسير مظلوم، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. إلهي بحق محمد وآل محمد، اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. اللهم شافي مرضانا من أوصانا بالدعاء والمنظورين، صاحب حاجة قضيها اللهم، المحروم من الذرية قرعين بحق هذا الشهر الكريم، اطلبوا حوالي.